منصة أبشر وهي تقدم خدمات وزارة الداخلية وتطور في مركز المعلومات الوطني في سدايا. 6000 جواز يتم إصدارها يومياً من خلال هذه المنصة. 3 مليون مسافر شهرياً يسافرون عن طريق نظام الحدود الذي أيضاً طوره مركز المعلومات الوطني بسدايا. يتنقلون عن طريق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على حد سواء. هناك منصة نفاذ للنفاذ الوطني الموحد، منصة نفاذ يستفيد منها شهرياً 31 مليون مواطن من خلال 31 مليون عملية. كنا ثالث دولة على مستوى العالم تعلن وتدشن نظام تباعد للتباعد الاجتماعي ولتنبيه المصابين والمخالطين. بروق الذي استطاع فعلا يستديم أعمال الحكومة، اجتماعات مجلس الوزراء، اجتماعات مجلس الشورى، لجان قمة العشرين، اللجان الوطنية الهامة كانت تدار وتشغل من خلال منصة بروق للاتصال المرئي الآمن. منصة إحسان أيضا استطعنا ولله الحمد أن نبني ثقافة وثقافة العمل الخيري ونسهل الوصول للعمل الخيري من خلال ضغطتين زر 5 ثواني يستطيع المتبرع يتبرع في أي من المجالات التي هي أكثر من 500 مجال وفرصة للتبرع. والخدمات عديدة يضيق المجال لذكرها، ولكنه فعلا استطعنا من خلال بناء بنية تحتية قوية متينة وبناء بنك بيانات وطني أن نقوم ببناء أكثر من 20 منصة وطنية موحدة، ولا زلنا إن شاء الله في البناء. الآن الناس فقط الآن تشوف التطبيق اعتبرنا وحقيقة أساس جيد يساعدنا المستقبل في الاستيعاب عدد أكبر من مثل المعتمرين أو حتى الحجاج. إذا بدأنا في المنظومة تعلق بالحج، بس خلنا نركز الآن العمرة. الآن أستطيع أعرف متى الناس جاية، يعني الآن لو نلاحظ وقت الازدحام أكثر في بعد صلاة المغرب إلى العشاء ووقت الفجر. ما كنا نعرف هذه المعلومات بوضوح، هل نعرف العدد من الناس تجي؟ الآن نعرف متى الناس حاجة في أي وقت. استطعنا حين في البداية نقول ترى الوقت هذا أحمر، معناته أكثر ازدحام، إحنا نقول الناس روح الوقت الأخضر، وهذه يساعدنا مستقبل أن نوزع المعتمرين على جميع الفترات حتى لا يكون في ضغط ولا يكون في حتى الواحد يكون العمرة تجربة غير جيدة. احنا طبعا في الحكومة الرقمية بحول الله تعالى نستهدف أن نصل في عام 2030 إلى أن نكون من أفضل 10 حكومات في العالم في الحكومة الرقمية، وعندنا خطة وعندنا البرامج المطلوبة بالشراكة مع كل الجهات الحكومية أن نصل إلى هذا المستهدف. ولكن اليوم احنا في 2022 احنا نعمل، وايضا الحكومات حول العالم تعمل، وانا متفائل جدا واعتقد بحول الله اننا سنصل.